كان إكسبرس. مواصلين معكم في التغطية الخاصة لكان توتال إنرجي. بدينا نحكي وندخلوا في الأطراح. احنا بيدنا هنا حكينا على حراسة المرمى في المنتخب، حكينا على الدفاع باش نقدموا شوية سلام، باش نمشيو خاصة للجهة اليسار نتاع المنتخب. ايه وسط الميدان بطبيعة وليد ملاعبي كان قدم كوبرا متميزة جدا، لاعب موريتانيا نذكروه خاصة دخلة قوية كانت في الكوبرا، تمنينا نشوفوها أيضا في الكان في نوفو ما أعلى شوية، حابين نشوفوا نحكم عليها أكثر خاصة أنه قاعد يقدم في مقابلات متميزة في بطولة قوية اللي هي بطولة الإمارات. على كل لكن قدر الله ما شاء فعل، الإصابة منعتنا باش نشوفوه. نحكيو أكيد على فراس بالعربي لاعب المحترف في الدوري الإماراتي موجود معنا بالتليفون. فراس أهلا بك. مرحبا سلام، صباح خويا. الحمد لله، شنو أحوالك أنت خويا؟ والله الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. كما كنت نحكي فراس اللي الإصابة ما جاتش في وقتها بالكل، اللي انت بيك نتصور تستنى فيها كوب دافريك هذه الأولى اللي كنتي ما كانتش في وقتها. هي ما كانتش في وقتها، كما يقولوا ما كان كاتب لك. انا معناها كنت مسافر للدرك وجمعيتي معناها خدت الباسري نلعب معها ماتش تروا الكوب ونمشي، بالرغم معناها حتى الفيدراسيون كان تروب كل شيء، لكن بحكم التروا هما بدلوها من 27 التروا، دونك باش ما تصيرليش مشاكل الكل خيرت من نلعب ومن بعد كي لعبت جاتني البلاسير هذايا، دونك كل شيء بالكذبه. ما كانتش موافقه في راس قلت للجامعه انك تقعد تلعب ماتش الاخر؟ اي ما كانتش، حبيتني نجي للدور معناها قعدنا حتى اللي بعثوا لي البي كل شيء اللي بعثوا لي للدور، ومن بعد حتى الجمعيه نتاعي هي اللي بدت لي البي وبدت لي كل شيء، فهمت؟ دونك قعدت التروا وعلى اساس من بعد الماتش ديريكت نسافر ونجي لتونس. تو في الماتش معناها عملت اون دو مع شكون اكسلراسيون بالكره، حطيت كي الضو ضربني في الاديبتور، ومن بعد كيف عملت لي ريم طلعت ديشيرور. تمنى اليوم على الاصابه كيفاش، شنو احوالك اليوم وقتاش ترجع ان شاء الله؟ هي نتاع تروا كات سيمان، بديت ديجا عندي نهارين عملت بي ار بي وقاعد نعالج تدريجيا خاطر توا ما نجم نعمل شيء، جيت نعمل ثلج وعملت البي ار بي، وثلاث ايام اخرين نعاود نرجع للامارات محضرين يوم البروجرام غادي كان تاع نتاع السوا نتاعي والعلاج نتاعي تدريج ان شاء الله جمعتين معناها سوا، ومن بعد نبدا في مع البريفاتور فيزيك حتى جمعه جمعه ونص، وقلت ربي معناها شهر هكاك نرجع الملعب ان شاء الله. اكيد نتصور قاعد تتبع في المنتخب والولايات، كيفاش تشوف حظوظ المنتخب في الكان كان هذه؟ حسنت طموحات عليت برشا بعد البطوله العربيه ممتازه قدمناها. اي بيان سور، نتصور معناها الاولاد مشاو مركزين، عندهم حاجه برك اوبجيكتيف اللي هو يوصلوا لبعيد كوب دافريك، وعلاش لا نهزوه؟ مش باش تكون سهله، حتى في الجروب اللي نحن فيه ماهم مستاهلين، مي نتصور معناها كيف الناس الكل تحط اليد في اليد، ومع الدعم نتاع السيبورتير ومع الدعم نتاع لي ميديا معانا غاديكا كذا يعاونوا الاولاد، وان شاء الله الجور جي ان شاء الله دوز نعملوا انتا نتاع الشامبيونات هذايا اللي خلينا معناها سيرتو في البريود الاولانيه نخدموا مرتاحين ونخدموا معناها بعد فوز ان شاء الله، مش باش تكون سهله مالك عارفها وعندها معناها جوالات بعين وكل، لكن قدرة ربي الاولاد ان شاء الله يكونوا مركزين، وان شاء الله او سيرتو انا اهم حاجه معناها عندي انا هو لونتام تاع الكوب دافريك ان شاء الله نعملوا فيكتوار. ان شاء الله. فراس معنا ايضا تريزيغول موجب ابراهيم ولتحومتك في المرسى ايضا وليد برحوم يسلموا عليك ويحبوا يتفاعلوا معك. فراس اهلا وسهلا بك وان شاء الله باللطف على الاصابه. اكيد فما تواصل بينك وبين الملاعبيه نتاع المنتخب، خاصه قضيتوا مع بعضكم ثلاثه جمعات يظهر لي في قطر، تعرف اللي في اللي تورنوا الجروب يزيد يلحم اكثر. شنو هي الاجواء اليوم؟ شفنا التصويره ممتازه جدا في الطياره نتاع ال 28 اللي 26 ديمو. نتصور شوف لو معناها جروب اللي يدخل كسوا جديد ولا قديم تحس معناها ثم لحمه، تحس القلوب صافية والناس الكل وانا تخمم في اوبجيكتيف واحد اللي هي ترفع راية تونس، ونصور الناس الكل مشاو معناها حاطين في مخاقهم اللي يحبوا الفرح والسيرتو الجمهور نتاع تونس يحبوا على شنو يلعبوا على اللقب نتاع كاس افريقيا، والناس الكل تعرف اللي مش بتكون سهله، والناس الكل تعرف اللي الفرق معناها المنتخبات الكل محضره لكوب افريقيا ما يلزم، لكن حضورنا معناها وافره في نجم نوصلوا لبعيد. لازم الخدمه، لازم الصبر، لازم سيرتو معناها الجوالات تكون مركزه، وان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نقدموا
معناها لازم نقدموه في كل تفريق. مع بتبيع تمنياتنا ليك بالشفاء في راس واحدة من الساقين اليسار الممتازين في كرة القدم التونسية. سي المنجي باش يسألك سؤال. في راس عسلامة والله يرحم الوالد وينعمه. عايزك في مرة شعبك. عايشك بارك الله فيك. انا باش نشكرك برشا برشا على البلان دو كارير اللي قاعد تعمل فيه. انا تعرفت عليك في المرسى وبقيادة سي منذر كبير داير، وما لعبتش معاه برشا، ومن بعد مشيت النادي البنزرتي، ومن بعد تنقلت للنجم الرياضي الساحلي. انا نشكرك برشا على اخلاقك والعمل اللي عملته، والفريمون توي ان اكزامبل لبرشا من لعبية في تونس، باش نقولوا لهم اللي راهو ما تنجم توصل في الكارير نتاعك الا بالعمل وبالانضباط. انت وليد ممتاز وممتاز جدا، ولابور نتاعك في ليكيب ناسيونال اليوم اللي قاعد يعطي في معناها يستفيد منه الفريق الوطني التونسي، نقول لك كرويا واخلاقيا. سي المنجي كرة بيان سور، انا نحكي ديما في راس يعرف شنو هو سو كو جو بونس دو لوي. ديموجي يعرفني وقت اللي انا ماشي مدستي، تفكر ديموجي في الديران نتاعك. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. انا جي كرو اون توا، ومالوريزمون ما نجمتش نتدخل برشا لان تلعب في مستقبل رياضي بمرسى، لكن اليوم تبارك الله عليك وما شاء الله، ونشكرك على الشيء. وتو ان اكزومبل بور لي جون كيما قالوا، تبارك الله اون دور دو تيران اكثر من اللي فريمون سي اكسبسيونيل، وبارك الله فيك. وهذا باش يكون ان اكزامبل بور لي جون نتاعنا هذوما اللي قاعدين طالعين، وليداتنا توا اللي قاعدين يغادروا في الدراسه نتاعهم، لان يشوفوا رواحهم الاولياء ميزه تاع فلوس، راهو بالتواضع وبالانضباط وبالعمل تنجم توصل وتولي اسمك زاده في راس بالعربي. ميرسي بوكو على الكلام، ولا سان في نورمال بليزير سي مونجي. صحيح كرة القدم انت تعرف معناها ما يستاهل، وحتى انا في جينيراسيون تاعي 96 في المرسى ظهر لي انا الوحيد وصلت، دونك لازم برشا تضحيات، ولازم سيرتو في اللي مامون فابل ولا في اللي مامون صعاب، لازم تلقى الانتوراج نتاعك هو اللي باش يوقفك. هو جينيراسيون هذيك في راس حتى في المنتخب مش في المرسى مش برشا وصلوا شويه، غاز العيادي يمكن في الكلوب، لكن هو خاطر يعرف جينيراسيون. اوكي 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 بالمرسى، دونك راي الوحيد بتاعته هو انا من مستقبل المرسى، وتعديت بدي بيريود صعب برشا كسوا معناها في جامعتي في المرسى ولا حتى كي في الكونترا نتاعي، لكن انا ديما نقول لونتوراج هو اللي يخليك توصل لبعيد. انا كنت انتوري بعباد باهين، وكيف ما كنتش نلعب ولا ما كنتش معناها عباد تهزني للمسكيلاسيون، عباد تهزني نكور في سيك، فهمت، دونك ما مشيتش لثنيه اخرى. وننصح العباد السيتو صغار معناها ديما خيطكم خليه على كوتي، خاطر كرة القدم ما تعرفش عليها معناها، ما تعرفش اسكو تطلع سنيور واسكو توصل اسكو لا. وكاو ان شاء الله كيما قلت ان شاء الله الواحد يكمل على المنوال هذايا، وان شاء الله الواحد يبعد عليه اللي صابات السيتو هذايا المفاجأة، وان شاء الله ربي معنا الناس كله. كاو في راس كلمة أخيرة باش نقولها لك، أنت راهو تبارك الله وما شاء الله سي جراس توا إذا كان وصلت وين وصلت، لكن اليوم راهو صعبت على نفسك أنت، لأن المستوى نتاعك اليوم فاتيتر بوكو بلوس إذا كان باش تكمل بنفس الطريقة، وأنا عندي فيك الثقة برشا، لأن أنت متواضع وليد خلوق وما شاء الله، وإمكانيات كبيرة برشا، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله يا رب. ربي يفضلك ربي يخليك إن شاء الله إن شاء الله، لا بقدر ربي واحد يخدم على روحه وتقي في الارض، وان شاء الله ربي يعطيني كما نقول الوقت الطيب، وسيرتو واحد يبعد عليه الاصابات وال ان شاء الله ان شاء الله. سؤال اخير في راس، تخمم في المحطه القادمه ولا مازال؟ بيان سور كل واحد عندي دي زوبجيكتيف نحب نوصل لهم، بديت بشويه بشويه حتى ما خرجت من الاطوال، قلت مشيت نمشي بري، قلت خلينا نعمل العام وشوفوني الجمعيه تشوفني، بعد ما كلوب جاي شراني، وتوا عندي ديزوفر معناها ان شاء الله، فما ديزوفر واحد يخدم على روحه مصح 3 سنين، مي عندي حاجات معناها الاخير في الامارات ولا برا؟ فما في الامارات، في الامارات فما خاصة الوضعية صعيبة شوية في عجمان، حتى قبلها شوية ماتش وفاء ما عادش تبعته أكيد، راك خسرت مع نادي الإمارات واحد بلاش، صعب شوية الوضعية اللوطة ولا؟ هما فما كيف عندها 6 بوان، أي بعاد شوية اسمها 8 بوان، عندها 7 العروبة والإمارات عندها 5، أنتوما 15. فوالا كنا معناها مرتبة 5، بون فما واحد جوار معايا من جنبي زاد مشى للكيب ناسيونال، وأنا عندي بعد شوية على مركز ضربت، دونك هما ناقصين دو بروفيسيونيل اليوم، هذيك الحاجة اللي خليتهم يمكن يخسروا شوية خاصة في الناحية الهجومية. مي
تعرف غادي كانوا في بالهم العبيد، ما انا حتى الناس تسمع فيها في بالهم الكره في الامارات سهله وما مش بروفيسيونيل، وتونس معناها اقوى شامبيون وكل راهو معناها ما عادش ما عادش تحسن برشا غادي، وحتى النيفو نتاع الكره تحسن برشا ويجيبوا في جوارات من بتخي ونيفو، دونك ان شاء الله نحيوا العقليه نتاع فراس يلعب فيه يلعب في عجمان جمعيه عاديه راهو لا بالعكس معناها عجمان خرج الجوارات حتى فما دي جوار مع عجمان مشاو لوروب معناها بترينا باهيه ان شاء الله. وهذا اللي نتمناه لك فراس. سؤال اخير من تريزيغوري. فراس ناركزين، اول حاجه نقولها لك ان شاء الله باللطف. نعرف ضربه ما جاتش وقتها جمله واحده وكان عندك بلان اوبجيكتيف معين الله غالب، اما نحبك بالحق ماهيش اول مره تعدى فتره صعيبه كيما هكا، نحبك ترجع اقوى خير من اللي كنت قبل. هذه نحب ان شاء الله لا قدرة ربي واحد يعمل ايديوكاسيون باهيه، ومن بعد مازال ان شاء الله في مارس ترشح نتاع كاس العالم ان شاء الله بقدرة ربي نعمل سي تو لونتا نتاع الشهر اثنين وشهر ثلاثه نكون باهي باش ان شاء الله نكون في الليت هذه قاعد نختم عليه توا، وان شاء الله ربي يوفق الاكيب ناسيونال وان شاء الله ربي نوصلوا للبعيد وان شاء الله التوانسة هما يفرحوا من جديد نتاع فرحنا بالكوباراب لكن ما هزيناهاش، ان شاء الله يفرحوا بالكوب دافريك وان شاء الله يا ربي نحيو العقدة من ديميكات ونهزوها ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحة، شكرا لك فراس وبالتوفيق ان شاء الله. سلام عايش. هذا كان معنا فراس بالعربي لاعب المنتخب اللي للاسف ماهوش باش يكون في ال 28 اللي على ذمه المنذر الكبير. كي حكينا شويه على المنتخب مع فراس بالعربي اليوم، فما اناكي اللي هو اللي صار في الكاس العربيه كاس العرب، شفنا اللي المنتخب ولا عنده وجه ولا عنده طريقه لعب، فما كوره تفرجنا في حاجه باهيه. هل هذا يا سيمونجي يسهل المأمورية في الكان وإلا يصعبها دون لو سونس اللي فما بريسيون اليوم الجميع يستناو من المنتخب في بيرفورمانس في الكان اليوم؟ هو البريسيون ديما موجود على الفريق الوطني التونسي لأن لو بوبليك تونيزيان اللي اكزيجون يعرف شنو ويعرف إذا كان معناها الأشياء اللي صايرة في الفريق الوطني التونسي اليوم بالملاعبية الموجودين اللي ينشطوا في خارج تونس. نعرفوا اللي الفريق الجزائري كاس العالميه الاخيره ما لعبش حتى لاعب يلعب ينشط في الدوري الجزائري، دونك اليوم الانتيريم تاع البلاد قبل كل شيء. وحاجه اخرى لا ديسيبلين اي تري امبورطون، انت تشوف كسوا اخواتنا في الجزائر وقت الاسلام سليماني جاتو اوفر باش يلعب في موناكو، مشاو للمدرب وحكاو مع المدرب قال له راهو سليماني جاو باش يتفرجوا في موناكو في ماتش اميكال، اسكو ثم حل باش يلعب؟ قال لهم سي نوتي بالماضي، ولعب دقيقتين الاخرانيين في المباراه هذه، معناها يوريك الانتيريم تاع البلاد فوق كل شيء. اليوم اليد في اليد بور ليكيب ناسيونال، ليكيب ناسيونال عندهم بوتنسيال، لو بوتنسيال الموجود اليوم بالركائز باللي اليوم كي نشوف انا رجوع الشعلالي اسو نيفو لا ونشوف بلال العيفه سي با زار، واذا كان بلال العيفه وقت اللي عطاوه الفرصه باش يرجع الفريق الوطني التونسي بعد سبع سنوات ويعمل مردود هذاك في البستير. بصراحة انا بلال العيفة في ذهني إلي بيردو بور لو فوتبول في وقت من الاوقات يعطيك كان الصحة. ماشي خارج من المنظومة بلال سي انا مي إلي ريسبونسابل دو سا، ويعرف هو الشيء هذايا اللي تضيع الوقت اللي ضاع هذايا في الظروف اللي تعدى بتاتر ان انتوراج سارتان مومون ما كانش في الظروف الخايبه ما لقاه حتى حد سي بوسيبل، لكن اليوم بلال الشيء اللي عمله انا جيتي ايمو دو لو فوار في الطريقه هذيك اللي يمثل فريمون ليكيب ناسيونال، جماهير النادي الافريقي كي تشوف الاستقبال اللي عملوه لبلال العيفه شيء فريمون يشرف، خلات اللي ان شاء الله نتمناو له كل الخير في الفريق الجديد نتاعو اللي هي ابها على ما علمت، دونك هذه الحاجه الباهيه. وحاجه اخرى راهو نجموا نبنيو في كل الاشياء في معناها في الفريق الوطني التونسي دون لي مومون اللي قاعد يتعدى بها الفريق الوطني التونسي، وصلنا الفينال كوباراب هذه دون دي كونديسيون اكسبسيونيل خلات اللي نجموا نبنيو مخير. لكن اليوم الملاعبيه الحاجه الباهيه سي كون اون اوساتور، والوساتور هذيا سورتو كو لو بروبليم اللي كان عندنا نيميرو 1 في الميليو دو تيران ما عادش موجود. اليوم عندنا دي جوار و ميليو دو تيران دو تري او نيفو، يلزم يا اون ستابيليتي ديفونسيف توا الحمد لله يا ربي وشفنا اشياء ايجابيه، او نيفو اوفونسيف راهو لاكي يلزمو يكون زاد لابور من تالي، اذا كان يوسف الي 100%
يوسف اي كابابل افيك سليتي دوا ينقص شويه من من امتلاك الكره برشا، يلزم وقت يلزم يعطيها يعطيها، وقت يلزم يشدها يشدها، لان الى انورمون دو تالون، وليكيب ناسيونال بقدره ربي باش تعدي كوب دافريك ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي اكسبسيونيل بالاجواء اللي تكون موجوده طيبه ان شاء الله. وهذا اللي نتمناوه، لكن زاد يلزمنا شويه عقلانيه، على خاطر كي تجي في كومبيتيسيون كيما كان وتقول باش نمشي فينال وباش نمشي الدومي فينال، مش راهو مش من السهل، معناها عندك 24 منتخب في الظروف اللي نعرفوها. ما يلزمناش، ويعطيك الصحه والله يعطيك الصحه خويا وليد، لان ما يلزمناش نكون نعملوا الشعبويه باش نسكتوا الجمهور نقولوا باش نمشيو للفينال، يفو ستيب باي ستيب كيما نقولوا ايتاب بار ايتاب، لان اليوم اذا كان باش توصل انت توصل اون كونفرونتاسيون ديريكت وعندك السنغال ومصر، ولو جي كرو با بوكو في الفريق المصري، عندك السنغال، عندك الفريق الجزائري، معناها عندك فرق، عندك الكاميرون البلد المنظم، عندك الكاميرون، الكاميرون عنده منذ سنوات قاعد يتعادل بظروف صعبه وصعبه جدا، لكنه بي اوت تحب ولا تكره، بي اوت يعطيك الصحه، دونك لورا سيرتان زافونتاج، لكن اليوم احنا اونا بارابور على لي كلوب هذيا يلزمنا عندنا معناها ان اوبجيكتيف، والاوبجيكتيف هذايا يلزمو يمشي بار ايتاب، ودابور ترشح اون كونفرونتاسيون ديريكت من بعد ان شاء الله، ومن بعد نجمو نخمو ضد شكون نمشيو مستوى بمستوى. شكرا لك سي المنجي، باش نرجعوا للكامرون، باش نرجعوا للمبي. انيس صحباني يسمع فينا، اهلا وسهلا بك انيس. مرحبا بك وليد، سامحوني علقت التليفون في مره اولى، لانه الحقيقه ما نعرفش كيفاش نجم نخدم، معناتها تم عيط لي الدكتور وديان جالي والمدرب منذر الكبير وطلبوا معناتها باسم الاذاعه باسم اكسبريس اف ام وفي حق في حقي انا كصحفي الشيء اللي صار منذ ايام. شكون اللي اعتذر لك فيهم؟ هما الزوز معناتها حتى بحضور معناتها كانت الامور مصوره حتى من الزملاء الصحفيين، وبالتالي يعني طاح الكف على ظله. لا كيف هذا منتخب وليد ما تنجم تقول سمحتوا ولا انيس سمحتوا ولا انيس واحد خيار قلبه خيار المؤمن قلبه صافي، تو هذا منتخب وهذا كومبيتيسيون باش نبداوها وباش نبداوها بقلوب صافيه، ويا ربي باش ربي يوصلنا نمشيو في هذه كاس افريقيا. ما يسالش كان كل مره تعلق يقدموا لك الاعتذار ما فماش مشكله انيس. هذا قوس بالطبيعه، القوس الاول القوس الثاني وصول المنتخب لهنا منذ دقائق بدا الحصة التدريبية في ملعب فرعي لهنا في مدينة لمبي بحضور أمني كما قلت كبير برشا في المرافقة الأمنية وحتى خارج الملعب، هو ملعب يعني وسط الجبال، هي كل مدينة لمبي الحقيقة هي مدينة سياحية، لكن كما قلت بحضور الملاعبية الكل، ملاعبية المنتخب الوطني التونسي فقط نعيم سليتي قبل ما تبدأ الحصة التدريبية عمل تقريبا 3-4 دقائق بمفرد، ثم تكلم عن مجموعة نعيم سليتي لاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بدات الحصة انيس، بدات الحصة التدريبية هي ما هي هي ماهيش باش تبدا الا ما يغادروا الصحفيين، يعني جست فما يعملوا في حركات من اجل انه يقوموا بتصوير الزملاء الصحفيين، ثم نغادروا ويكملوا هم الحصة التدريبية. شنو الاجواء اللي قاعدة تحس فيها غادي في المجموعة؟ والله الامبيونس الاولى باعتبار ان الكونتاكت الاول هذا بعد وصول المطار، الامبيونس الاولى معناتها فما محمد دراجز زاد مادام في المباشر، محمد درادر مع طبيب المنتخب قاعد يقوم ببعض طبعا حصص العلاج، يحاول يخلطه في اقرب وقت، تعرف درادر مش باش يكون موجود منتخب الوطني التونسي لكره القدم على الاقل في المباراه الاولى هذا اكيد، وطبعا زاد احتفاء الحقيقه من اللاعبين الجديده بحسب الكواليس اللي عندنا بعصام الجبالي اللي مشى ورجع في برشا مناسبات للمنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله كما نقولوا اليوم الكره باش تبدا بامبي بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، ان شاء الله الامور تتعدى على خير في هذه الكاس الافريقيه. كل التوفيق ان شاء الله انيس. وليد في نفس التوقيت غدوه التمارين الخمسه، والنادي الصحفي باش يكون الثلاثة ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ليك وبالتوفيق بالطبيعه لمنتخبنا، وباش نسمعوك كل يوم في ثلاث اوقات، العشره نتاع الصباح ماذي ساعه ونص وسبعه نتاع العشيه في ريكاب كان، كل ما يصير في اجواء المنتخب وفي اجواء كاس افريقيا للامم، كان توتال انرجي تسمعوه مع انيس السحباني، تسمعوه زاد على اكسبريس اف ام في كان اكسبريس. الاجواء يظهر لي عاديه، الامور طيبه، سمعتوا اللي الاطار الفني في شخص المنذر الكبير ورئيس الجامعه وديع الجري طلبوا المعذره من انيس السحباني على الحادثه اللي صارت تقريبا 10 ايام التالي، واللي هي
سالت برشا برشا حبر طاح الكف على ظل. كهو ان شاء الله بدايه باهيه للمنتخب، هذا حبينا تصير ملي كانت في تونس، لكن جات ميساج ما حتى توا مش مشكل، المهم المنتخب بيحضر في اجواء باهيه، الناس كل تقريبا كلنا نهمنا مصلحه المنتخب، كلنا نحبوا سواء جماهير العالميين ستاف ملاعبين، كلنا يهمنا ان تونس توصل لابعد ما يمكن في الكان هذه اللي مالين هزوها، عندنا مجموعه طيبه صحيح من اللاعبين، عندنا جينيراسيون محترمه جدا قادرين نمشيو بها لبعيد، المهم تكون الاجواء ممتازه داخل وحتى في المحيط الخارج بالمنتخب. مهم ياسر كونه الجو العام يكون فافورابل. الحمد لله حكيت انا على اخويا اسلام وعلى اخويا انيس في تونسنا نهار اثنين على الشيء اللي صار، واليوم المدرب كنت لي اكسبوزي ويخدم في عمل هذا لازم يقبل برشا حاجات ويلزم النقد، وجيتي معناها تري شوكي بكلام سي منظر كبير، والحمد لله يا ربي الشيء اللي تمنيته صار، وتمنيت حتى التدخل نتاع سي يوسف الزواوي اللي يعرف كيفاش يتعامل، ومعناها هو صديق سي منظر كبير باش يقرب الناس لبعضها، اليد في اليد لمصلحه وحيده. والله احسن خبر اللي سمعت به توا اللي ان لي جون انتيليجون يعرفوا كيفاش يتعاملوا، فكل الظروف السخونه هذيك خلات اللي سي وديع وسي منظر كبير وخونا انيس السحباني وبارك الله فيه على الاستيفال الحاجات اللي قاعد يقدم فيها توا في الكامرون، خلات اللي فريمون ميرسي ميرسي بور سو مومون سي ماجيك، هذه الكره محلاها تصفي القلوب، الانتيري الوحيد هي الفريق الوطني التونسي وتونس. وجزيل الشكر ليك سي منجي بن ابراهيم تريزيغول، يعطيك الصحه. كلمه مثال مالغري اللي حبيت الكلام هذا تحكيه في الكونفيرونس دو بريس نتاع ليست ليكيب ناسيونال، لكن كان ينجم يكون كان ينجم يكون في اكثر من مناسبه، ظروف سخونه برشا سي بور سيت ريزون. المهم اني جامي اني جامي ترو تار اني جامي ترو تار وراو خنكون نقولوا حاجه رانا ننقدوا صحيح ونحكيوا ونحلوا كل شيء، ما في الاخر رانا يسفي كره بامبيت رانا كنا مع الكيب ناسيونال، وبلا بكلمه مش معناه اللي ينقد اكثر المنتخب معناه يكره المنتخب، كلنا يهمنا مصلحه المنتخب. اسلام المدب جزيل الشكر ليك. سي المنجي بن ابراهيم اهلا وسهلا بك، سي تريزيغول سي حيدر شكرا على حضوركم، وليد برحومه قدام الميكرو كان معنا في الاخراج، انيس الجويني تقوى، تلقاو الفيديو على فيسبوك ويوتيوب. جزيل الشكر لكم اللي تبعتونا، الموعد ان شاء الله باش يتجدد بدايه من نهار الاثنين مع ما 3 للـ4 في كان اكسبريس، ان شاء الله كان توتال انرجي موفقه للمنتخب، وان شاء الله نعيشوا فيها اجواء تخلينا نذكروها بعد سنوات ان شاء الله، موافقين ان شاء الله في امان الله.